مزيد من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ينضم إلينا الزميل كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. نتابع بالطبع فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية. الفعاليات الرياضية لا تتوقف، سواء كانت على الملاعب التي تطل على البحر مباشرة، من كرة الطائرة المستمرة لثالث يوم على التوالي هذه البطولة بمشاركة عدد كبير من الأندية والشباب، بالإضافة أيضا للألعاب الهوائية من الباراموتر والسكاي دايفنج. ولكن ننتظر بالطبع اليوم الفعاليات الثقافية الخاصة بوزارة الثقافة وفرقة الفنون الشعبية التي تتحرك على الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة، ويشارك فيها يعني جميع الفئات، من عائلات، من أصدقاء، من أطفال، كل ذلك متواجد في المنطقة الترفيهية والممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة. بالإضافة لذلك نحن في انتظار بالطبع نهاية الأسبوع والحفل المنتظر للفنان الكبير عمرو دياب، وهذه الحفلة في اليو أرينا في الناحية الأخرى، بالإضافة لاستمرار أيضا عمل المسرحيات في المسرح الجديد في المنطقة الترفيهية، وأيضا الفعاليات الثقافية على المسرح الروماني. شكرا للزميل كريم بيبرس من مدينة العلمين الجديدة.